بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كنا شرعنا في الفصل الرابع من الباب السادس في آداب التلاوة وأخذنا شيئا منه، والذي أخذناه هو ما يتعلق باستحباب نظافة المكان قبل قراءة القرآن. وذكر المؤلف أن أفضل مكان يقرأ فيه القرآن هو المسجد، وبينا ما شاء الله أن نبين في تلك المجالس. قال المؤلف بعد ذلك: وأما القراءة في الحمام. وأما القراءة في الحمام، قبل أن نواصل كلام المؤلف أنبه ما يفعله بعض الناس، وقد صارحني بذلك بعض التلاميذ، أنهم يحفظون في الحمام. هذا أولاً، إذا تعلق الأمر بغير الشريعة قد يصل إلى التحريم، أما بالشريعة فهو حرام بلا شك. لماذا؟ لأن الشريعة معناها أنك ستقرأ وستكرر وستنظر إلى آيات وإلى أحاديث، بل قال العلماء وإلى العربية بصفة عامة، فهذا لا يجوز تقليدا للنصارى وتقليدا للغرب وتقليدا للكفار. هذه هي، لأن الكفار يصنعون ذلك أثناء قضاء حوائجهم، يقرؤون ويفتحون الكتب، فهي تقلد الكفار، وهذا لا شك أنه سبحان الله كأنه يعني ينطبق عليه الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ما دام الكفار يفعلون ذلك، فالسفهاء عندهم أن هذا شيء جميل، ما دام النصراني فعله معناه أنه حاجة كبيرة، معناه أنه حاجة مليحة، وبالتالي هذا المسلم الغبي ماذا يصنع؟ يقلد، والله المستعان. إياكم وهذا. قال المؤلف، استغربتم؟ لا والله غير موجود، الله المستعان. قال: فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا لا تكره، ونقل الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء، وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المقصود بالحمام هنا في كلام المؤلف ليس المرحاض، لأن المراحيض يعبرون عنها بالأكناف قديما في زمن رسول الله وفي الصحابة، في زمن الصحابة ما كان عندهم المراحيض، فكان الواحد منهم إذا أراد قضاء حاجته يبعد، كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتخذت الدور وصار البنيان، صارت عندهم ما يسمى بالأكناف. أما إذا قال الحمام فإنه المقصود به ذلكم المكان الذي يجتمع فيه الناس من أجل التداوي بالماء والغسل به، وهذا هو أصل الحمام، ثم صار يستعمل لغير ذلك. وأما الحكم، حكم الحمام، فإن الذهاب إليه لا يجوز إلا للتداوي. الحمام الجماعي لا يجوز لا للرجال ولا للنساء إلا من أجل التداوي. لما؟ لأن فيه تكشف العورات، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، وهذا متعارف عليه في الحمامات ومشاهد عند من يذهب إليها، ولكن للتداوي يجوز. أحيانا شخص يكون به برد في العظام أو في عندي مثلا روماتيزم، هذا يجوز لروح الحمام من أجل التداوي. أنا بهذا مثال فقط، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. المؤلف هنا ذكر الاختلاف، اختلاف السلف، والأظهر في المسألة أنه مكروه. قال: رواه عنه ابن أبي داود، أي أثر علي أنه مكروه، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين، منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. فالمسألة عندهم بين الجواز وبين الكراهة، ولا شك أن الأمر تغير، فهم وإن كانت حماماتهم في أوقاتهم محترمة كرهوا ذلك. ولكن نحن في هذا الزمان الحمام سواء كان حماما فرديا أو جماعيا فإنه لا يصح قراءة القرآن فيه، يكره كراهة شديدة،
قد لا نقول هو حرام، لكن يكره كراهة شديدة لما فيه من ربما نجاسات قد تكون حولك، ولما فيه من إهانة لهذا المصحف ولهذا القرآن الكريم. قال الشعبي: تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: في الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. هذه أماكن يختلي فيها الإنسان ويقضي فيها حاجته، لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا من صدره، احتراما لهذا القرآن وتقديسا له، فلا يذكر ربنا عز وجل في مثل هذه الأماكن، لا يذكر. حتى قال العلماء: من نسي دعاء دخول الخلاء وتذكره أثناء الخلاء فإنه لا يذكر الله عز وجل. ومنهم من قال: بل يذكره الذكر النفسي، للحديث الصحيح: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. أثبت هنا الحديث أن لله ذكر نفسه، وأن الذكر يجوز نفسا، فتقول الذكر في نفسك. قال: وعن أبي ميسرة قال: لا يذكر الله إلا في مكان طيب والله أعلم. هذه المسألة الراجح فيها أنك لا تذكر الله ولا تقرأ القرآن في هذه الأماكن. ثم ذكر مسألة أخرى وهي قراءة القرآن في الطريق، لعلنا نتركها إلى بابها، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.